ارتبطت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير إثر تفتيش سيارة خفيفة عند استعدادها لدخول البلاد التونسية. ضبطت كمية من المصوغ من مادتي الذهب والفضة مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيئ بالسيارة المذكورة. تزن إجمالا ما يناهز 34 كيلوغراما 6.4 كيلوغرامات من الذهب و 27.5 كيلوغراما من مادة الفضة. وبعرض المحجوز على الخبير المختص وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، أفاد بأن كمية الذهب تزن 6413 غراما وتقدر قيمتها بـ1,017,000، وأن كمية الفضة المحجوزة تزن إجمالا 27,570 غراما بقيمة 110,000 دينار. يذكر أن معبر رأس جدير الحدودي قد أعيد افتتاحه يوم 1 جويلية الماضي بعد إغلاق تجاوز 3 أشهر.